والحاجه الثانيه وده اللي كان ليه تاثير سلبي على النتيجه وهو طاقم التحكيم اللي ادار المباراه. ناس تقول لي ده حكم ادار نهائي كاس عالم، كان عنده اخطاء فادحه في نهائي كاس العالم على فكره، كان عنده اخطاء فادحه، وانا مش قادر استوعب ليه من ساعه نهائي كاس العالم الراجل ده بيغلط في الملعب محدش في الفار بيراجعه. يعني في نهائي كاس العالم انا شفت له ضربات جزاء يعني احتسبها في ماتش فرنسا والارجنتين ما فيهاش حاجه خالص، وفوجئت ان الفار ما رجعهوش. امبارح نفس الامر، فكره ان يتم يعني الدفع بالحكم ده رغم ان انا مش شايفه حكم موهوب على فكره. يعني الحكم اللي ادار امبارح المباراه ده البولندي ولا ما اعرفش جنسيته ايه بصراحه، وجه حتى ادار مباراتين هنا في مصر اهلي وزمالك واهلي وبيراميدز، انا مش شايفه حكم يعني موهوب او ليه امكانيات او عنده قدرات تقدر تقول ان في ناس بتستفيد منه، عنده لعبه تحكيميه الناس بتشوف ان لا دي لقطه ممكن الحكام تستفيد منها. انا شايفه حكم عادي جدا، بس امبارح انا كنت شايفه بيوجه المباراه في اطار معين بكل صراحه وبكل امانه. الناس تقول لي هل ده سبب في الخساره؟ لا مش سبب، بس جزء من الاسباب، جزء من الاسباب. ممكن تقول الاهلي ما كانش مركز كويس على المرمى، ضيع فرص كتير، التغييرات كانت متاخره، كل دي كانت اسباب. ولكن المباراه على المستوى التحكيمي قدامكم حكم المباراه في بعض اللقطات، لا لا ما يعني انا شايفه امبارح مش هقول متحامل، ولكن هو ما كانش شايف ان ممكن الاهلي يكسب او يكمل. كره كهربا ضربه جزاء ما فيهاش نقاش على فكره، يعني دي لو في نص الملعب مش هيحسبها فاول؟ هيحسبها فاول. طب لو حسبها فاول اكيد هيديها ضربه جزاء، ما حسبهاش ضربه جزاء. كره مارسيلو هو اصلا رجليه اتلوت ومن غير اي احتكاك رجليه اتلوت، حسبها ضربه جزاء. الناس هتقول لي اصل مارسيلو ضحك عليه، هو ليه مزاج يحسبها ضربه جزاء؟ بص هجيب لكم الاخر، ومحدش يقول لي اصل الفيفا وبطولات الفيفا وفي نظام، لا مفيش نظام مع كامل احترامي. انا حضرت بطولات كتيره سواء في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، البطوله دي تحديدا اهي لعبه كهربا اهي، دي كانت في الشوط الاول. ازاي دي مش ضربه جزاء؟ يعني الدفعه دي اولا مفيش لعب على الكوره، ده طالع برجليه بجسمه في ظهر كهربا، دي مش ركله جزاء ازاي؟ انا مش قادر استوعبها. يعني دي لو في نص الملعب مش هيحسبها فاول؟ هيحسبها فاول، بس هو مش عايز الاهلي يكسب. انا بقولها لكم بكل صراحه. ليه بكل صراحه؟ البطوله دي مش اتعمل فيها مؤتمرات صحفيه في كل المباريات؟ عشان بس اوريكم اصلا ان فكره ان الفيفا ده حاجه يعني ضخمه، لا مع كامل احترامي لاي مؤسسه دوليه بتنظم سواء فيفا او كاف او يويفا حتى. البطوله فيها مؤتمرات صحفيه. الاتحاد الدولي المفروض دي اتحسبت فاول على فكره، لو تاخدوا بالكم بصوا يعني برضه ما لو انت معيارك لو واحد حسبت دي فاول تحسب دي ضربه جزاء، بس حسبت دي فاول مش هتحسب دي ضربه جزاء. برضه لعيب نزل امبارح بالستارز بتاعه على رجل امام عاشور ولا حسب حاجه ولا فيها انذار. مارسيلو نزل ولا فيها كارت احمر حتى ولا فيها انذار، مفيش فيها. فيا جماعه بصوا يعني التحكيم كان جزء، محدش يقول لي ده حكم نهائي كاس عالم فمش هيغلط، لا بيغلط. والراجل ده في التوقيتات اللي زي دي لما بشوفه في الماتشات اللي زي دي بقلق. انا بعد نهائي كاس العالم قلت الراجل ده ايه الاخطاء اللي ارتكبها دي وفين الفار؟ اهي اللعبه دي. ازاي نزلت مارسيلو دي ما يكونش عليها قرار اداري؟ ازاي لعبه زي دي ما يكونش فيها قرار اداري؟ يعني ده تهور منه. مش عارف يعني انا مش قادر استوعب بصراحه القرارات التحكيميه، ولكن انا بقول لكم على فكره ان الفيفا ان البعض يقول لك هو الفيفا ممكن يخسر الاهلي ويخرجه من البطوله؟ لا في تفاصيل في البطوله تقول لك الفيفا بينظم ولا في حاجات بيفوتها. انا اعتبر ماتش امبارح من ضمن الحاجات اللي بيفوتها، لان هو في حاجات فوتها قبل كده. والكلام ده مش هتسمعوه من حد، انا بقى حضرته وشفته. البطوله اللي فيها مؤتمرات صحفيه لكل المباريات. ماتش الافتتاح اتحاد جده واوكلاند سيتي كان فيه مؤتمر صحفي. الماتش الوحيد اليوم الوحيد اللي ما اتعملش فيه مؤتمرات صحفيه كان ماتش الاهلي واتحاد جده وماتش ليون مع اراوا الياباني. ده اليوم الوحيد اللي ما اتعملش فيه مؤتمرات صحفيه. امبارح كان فيه مؤتمر صحفي لماتش المانشستر سيتي واراوا، واتعمل قبلها بيوم مؤتمر صحفي لمباراه الاهلي مع فلومينسي البرازيلي. يعني اليوم الوحيد اللي ما كانش فيه مؤتمرات صحفيه ماتش الاهلي واتحاد جده، والماتش الثاني اللي كان ما بين بطل اسيا مع بطل الكونكاكاف بطل المكسيك. ليه بقى؟ محدش سال نفس السؤال ده. لان فريق اتحاد جده ما عملش مؤتمر صحفي، ما رضيش يعمل مؤتمر صحفي، فالفيفا اضطر يلغي كل المؤتمرات الصحفيه. هو الفيفا لو بينظم وعنده حكام وفي لوائح وفي نظام وفي بطوله يسمح ان في يوم في الايفنت بتاع البطوله تتلغي المؤتمرات الصحفيه؟ اطلاقا ده لازم يعمل مؤتمرات صحفيه، دي جزء من الحقوق الخاصه بالرعايه والتسويق والماركتنج الخاص بالرعاه بتوع البطوله، زي ما بيعمل لقاءات وحوارات في الميكسن زون بعد المباريات او قبل المباريات في التدريبه الاساسيه. لكن الفيفا ما عملش كده،
تاخدوا يعني ازيدكم من الشعر بيت قبل مباراه الاهلي واتحاد جده بيوم. المفروض في ربع ساعه مخصصه للاعلام للقاءات مع لاعبي اتحاد جده وتصوير اول ربع ساعه. اليوم ده ولا وسيله اعلاميه حضرت التدريب، لان المواعيد اللي اتحطت والتدريب يكون خارج ملعب المدينه الملك عبد الله الرياضيه ويتلعب التدريب في ملعب اتحاد جده ما خلاش اي وسيله اعلاميه تقدر تاخد المسافه دي كلها عشان تحضر التمرين، رغم ان الفارق الزمني ما بين تدريب الاهلي وتدريب اتحاد جده انت بتتكلم في نص ساعه، والمسافه بتستغرق اكتر من ساعه ساعه ونص. ده تنظيم الفيفا. لو ناس بتقول لي اصل الحكم مش هيخسرك، لا، الفيفا في البطوله دي في حاجات كتيره ارتكبها غلط. في حاجات كتيره الفيفا في البطوله دي اشتغل عليها غلط. في حاجات كتيره جدا على فكره. وعندي تفاصيل كتيره، بس تخلص البطوله نتكلم فيها. لان الفيفا في البطوله دي من اقل البطولات اللي الفيفا اشتغل عليها بالمقارنه بالبطولات السابقه. فعلى مستوى التحكيم، التحكيم كان سيء جدا على فكره. وفي مباراه الاهلي واتحاد جده كان في قرارات كتيره للحكم برده كانت سيئه في وسط الملعب. كانت في اخطاء كتيره في وسط الملعب. كانت في فاولات كتيره ما بتتحسبش. وكان الفار بيراجعه في حالات وكان بيروح لحالات هو مش مقتنع بيها. يعني ضربه الجزاء اللي حسبها على الاهلي في مباراه اتحاد جده هو ما كانش مقتنع باللعبه. ما كانش مقتنع باللعبه اصلا، بس اضطر يحسبها ضربه جزاء. والفار اقنعه ان هي ركله جزاء. ماتش امبارح الحكم البولندي اللي ادار المباراه حكم بيسير المباراه في اتجاه واحد. بيسير المباراه في اتجاه واحد. والناس ما تستغربش من فكره ان بطل افريقيا لو عمل انجاز زي ما الرجاء قبل كده الرجاء العالمي عمل انجاز وصل النهائي، ده ممكن بتبقى حالات استثنائيه. ولكن لما تبص على نظام بطولات الفيفا لا، نظام غير عادل، بدليل ان بطوله انتر كونتيننتال اللي هتتنظم في 2024 واخد القارات كلها تصف مع بعض عشان يلعب بطل اوروبا في 18 ديسمبر 2024. ايه التهريج ده؟ يعني ايه التهريج ده؟ هو مبدا الفيفا في الاساس المساواه ما بين الجميع وان مفيش عنصريه. انت بطولاتك اساسا بتتنظم بطريقه اصلا مخالفه تماما لكل مبادئك. يعني انتر كونتيننتال اسيا وافريقيا يلعب اوكيانوسيا في ملعب محايد وحسب القرعه، ويروح يصفوا مع بطل كوبا ليبرتادورس في ملعب محايد، وفي النهايه يروح يلعبوا بطل اوروبا يوم 18 ديسمبر. ايه النظام ده؟ ايه التصفيات دي؟ تهريج بالاخر يعني. في حكم امبارح الاهلي عمل ماتش كويس، ما كانش فيه استغلال الفرص، ما قدرش يعمل انجاز تاريخي. ولكن يا جماعه عندنا مباراة تانية بإنجاز مهم جدا يوم الجمعة اللي جاي. تبقى أنت الفريق العربي الوحيد اللي وصل للمركز ده 4 مرات تحقق الميدالية البرونزية. أنت بتلعب 4 سيمي فاينال كأس عالم أندية من 2020 21 22 23. مفيش فريق قدر يحقق ده، فمحدش يزعل أو يحاول ينتقد أو ينتقص من قيمة الأهلي في بطولات كأس العالم. أنا عارف في ناس بتحاول تستغل الأحداث اللي زي دي وتركب الترند وتقول لك الاهلي عمل ايه؟ ايه الانجاز اللي حققه؟ اتاهل انت بس واعمل بس ربع الانجاز او نص الانجاز. فمحدش يحاول ينتقص من قيمه ومكانه الاهلي في البطوله. في امور سلبيه كتيره الاهلي واجهها، في قله تركيز حصلت في المباريات، ولكن جمهور الاهلي عليه ان يفتخر بناديه. جمهور الاهلي عليه ان يفتخر بفريقه. الفريق ده لعب 4 نهائي دوري ابطال افريقيا متتاليه، الفريق ده بيلعب 4 سيمي فاينال كاس عالم انديه. الفريق ده انتقل من قطر للإمارات للمغرب للسعودية في أماكن مختلفة، وجمهوره هو اللي صنع الحدث في كل البطولات. مانشستر سيتي بيب جوارديولا بيتكلم عليك، واجهت ريال مدريد، لعبت مع بايرن ميونخ في الدوحة. هتولي فريق عربي أو فريق إفريقي قدر يعمل كل ده. النهاردة بنتفرج على دوري أبطال إفريقيا، الفرق اللي كانت بتنافس الأهلي ممكن تخرج من دور المجموعات، لكن الأهلي رغم كل التغيرات وكل المنافسات القوية دي الأهلي دايما بيفضل رقم واحد. فمحدش من جمهور الأهلي يزعل يا جماعة، لسه عندنا مباراة تانية يوم الجمعة. لسه في مباراة تانية يوم الجمعة، لسه في بطولة جديدة يوم الجمعة. الميدالية البرونزية يعتبر إنجاز، يعتبر تتويج. لأن أنت بتبقى موجود على منصة التتويج وبتاخد الميداليات من رئيس الفيفا ومن اللجنة المنظمة، فيعتبر إنجاز وتتويج. الأهلي في سنة 2023 قدر في 4 بطولات يجيب 10 مليون دولار. النادي الوحيد والمؤسسة الرياضية الوحيدة اللي دخلت عملة صعبة للبلد في 2023. 10 مليون دولار. انت بتتكلم في حد ادنى 10 مليون دولار في بطوله دوري ابطال افريقيا، كاس عالم في المغرب، كاس عالم في المملكه العربيه السعوديه، بطوله سوبر افريقي. فالارقام كلها والانجازات كلها ارقام كويسه. في عندنا بعض التفاصيل ممكن نشتغل عليها. اتمنى في يناير اللي جاي في الانتقالات الشتويه الاهلي يعدل من حاجات كتيره، لان الفتره اللي جايه في بطولات اهم وداخلين على كاس عالم 2025. فربنا يكرم باذن الله في الفتره اللي جايه. ده كان كلامي عن مباراه الامس والكواليس الخاصه ببطولة كأس العالم للأندية.